ما يقال معجزاتنا الرسول صلى الله عليه وسلم لحسب ينسك أرقصنا ربي تبارك وتعالى. خليكوا لي قال المعجزة اللي مقرن الرسول صلى الله عليه وسلم اتكان القرآن الكريم أولادنا ربي تبارك وتعالى اللي لنا كريفة السنة لورزدارن الخلايق نربي من غسل دي قوز القرآن من غسل دي قوز القرآن ورزدارن الدوين زنس ربي تبارك وتعالى إن دي ولست الكنين ارتعرض القرآن الكريم والعهد النبي صلى الله عليه وسلم الناس الناس ربي تبارك وتعالى أو يد زنس يغتغزان مكني تلين في الحق أو يد زند أولادنا ربي تبارك وتعالى وريس صدر غير غسلنا ربي تبارك وتعالى. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. إبدا ربي تبارك وتعالى ستكوينا ستكوينا هنونا كله تمون يا كله يموني الإنس يمون كله للجن هانو رصدارنا الدوين سنة ولدنا ربي تبارك وتعالى أشكو يقول الحق إصحاني كدر ربي تبارك وتعالى غدا غين ربي تبارك وتعالى. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً.